اليوم ربما سنتفوق على عدد المقاطعات في المتزحز، عندنا 5 ودير السبابه 6 ولازم ندير العمليه 7 ومازال غادي ان شاء الله غادي يكون الخير جاي باستخدام هادو. الا ما كانش اظن انه الا خديناهم في المدينه غير نتكرفسو مزيان، دابا راه دابا في الزلقه كاين واحد التدافع على الاليات واخا ما تحلاش، كيمشيو الناس اللي بدا تسعود بدا الفتيخو بدا المغرب عادة تيخرجوا بالزز تيخرجوا بالناس يخرجوا بالعزازه اللي كاين تما ديال التيرانات. وانا تنقول نشيدو امام السلطات احنا في السلطات الدائره هاد المرافق هادو اليوم اللي تابع للاستثمار الزلقه و 12 الزلقه منتزه لا ما درناش في راسهم ما درناش في الشرف غادي نجحوا فيها بتاتا. هادو تعاني تسمي غنقلبوا على وضعية خشنة، شنها وضعية زينة ولا احنا هاد الفيديو تعاودوا الناس تنسجموا معاه فإحنا خصنا نحافظوا عليه كيفاش يبقى. هذا قد ينتزع العمل راه ماشي منتزع اللي يقدر يفوج لأي واحد يضرب فيه ولا أنت وكل شيء يمشي تماك، خص الأمن حراسة تكون وخص الصيانة وخص كذلك التتبع في طال العملية. راه كاين واحد التتبع اللي خارج معاهم في المدينة اللي مع هاد الشباب كاين هاد الجنة اللي خصها تفعل مشكلتنا لا نفعل هذه الجزئية. بالنسبة لنا أنا متفق ولا غالبا تنجي من شرعني أنا تنقترح لكم نلقوا واحد منا جميعا ننظروا إلى الإنارة كذا ونشوفوا حنا كاع اللي متضرر في الإنارة يجي معنا نشوف هاد البيت ثاني البيت ندور حيت لما مشيتي تبقى قادر صحراوي بالليل ما تبوش راس بالليل لا بالليل ما تبوش إنارة ناقصة بالليل هاد الناس راه في راس حنا سالينا بتفاق من ابي هريره كان كاين تاع عثمان دابا الان قتل ما تقتل اليوم حنا باقي الشيء الحني يعني كنا قلنا هذا هو راس تاع الهدى غادي نحاولوا نجيبوها وباقي شي مخلوق اخرين حنا اكتساب على ذلك مع واحد الاجتماعات فيها تعويض عدالة ديال بالليل بالليل بالإنارة البيضاء حنا غادي فيها وربما لابد كاع تستدعي المندوب المدير يعطينا شنو جاي لانه هو يتكلم باسم الاداره العامه اللي هي في الدهش باسم المركب الثقافي كان ديك هذاك المركز المركب الثقافي بغيت نشوف شحال المركب الثقافي مشينا لهذيك كاينه اللي قرب على مقصود اللي قلت لك كرش حنا بغينا نزيدو على مقصود اخرى مع الخدام وجيت لهم مع الدم الدبي الخدام السادة الباب حدا الباب اليمني ما عندهاش شي أنا من الرياض مع السيدة العمدة مع السيدة عادل في المقص في البيرو ديال العمل ديال الأرشيف قالت لك ودي أنا غادي نهدي غادي نهدي باش نمشي ناخذ هاد المقعد لما يديروا أحسن حاجة في هاد المشروع يكون تما حيت حنا ملي مشينا للمقعة الأخرى مع هذاك الألف اللي مشات هاد الأرشيفات واحد المستوى كبير لو أنا بغيت نحيد الأرشيفات اللي طاحت لي بالسوق طرح حتى مستوى كبير يعني مستوى عالي لا يمكن يطيح المشروع في الأرض بتاعته لا يمكن قال مشينا لبلاصه اخرى عرفتوا تمرين المدينه ومعنا الرجال ومعنا شي مشينا نشوفوا البلاصه حنا خصنا نديروا ديك البلاصه لونغ ديال شارع النيل مع شارع مص مع العمليه حد 4 5 اقترحوا عليا حيت هذاك المركب ينقسم الى قسمين قسم ديال القاعه الكبيره وداك الشيء ديال العروض وقسم ديال الورشات ديال المحاضرات داك الشيء قال لك اليوم علاش انا هذا الاول انطلقوا قلت لك لا تهمنا ما يمكنش هذا مشروع فينا وسنستمر هذا ما وقع في المركب الثقافي بلاش اللي هو مصدريه 3 مليون عام المفروض 3 مليون ونص المفروض البرنامج الحقيقي ديال تفويض حقيقي فائض حقيقي ديال جماعه الثقافه سيدي رئيس الجهه احنا قسمنا جوج مرحبا جوج مرحبا باش نحيدوا هذه الدروس اللي كانت 120% وزارة 90% وانا غادي نحقق هذا الشيء ونمودي الوزارة ونمودي البرلمان انا غادي ندخل مباشرة في معركة مع الوزير لانه راه غادي يسمع رسالة غادي يسمع مباشرة غادي يسمع في اللجنة والان باقي ما بعرفش ان هذا الهوبيتال هو السبيطار اللي كيدير من كيدير 2 مليون الناس تدخل 600 ألف ديال غير شونجي في السنة
وتحذر شيء يزول في الغرب شيء يجي بخير الغرب الولادات تمشي تقريبا 11 ولادة للسي اش باش تولد وطرف معانا ديالنا فعلا تيديروا في الطرف ديالهم ولكن معانا ديالنا تيسمعوا الناس ولادو والترونسبور والشيء كله عيب عليهم حياة شعبية اللي عندها كل خصائص العملية إذا حنا اليوم الأول هذه معركة خدناها وجدنا الوردي وقلنا على واش نديروا على واش كنا غنديروا وجد لها خصنا غير مساهمات بسيطة ديال المجالس وكان الارض جا الوردي هو الاطر ديالو هو المعاونه 5 سماحي وهنا كان غادي نوجد اليوم هاد الجانب هذا اليوم حنا هاد المشروع على قدكم راه انا ما دافعناش عليه حنا كان الله ماشي غير سياسي عارفين بعلمية هاد المشاريع ما تنساش انتخابات ولا مرضى لا تدير شي راه هادشي كله تديرو ودير الواجب ديالكم مع الله عز وجل فهذه من الاولويات في الصحه اللي هو تحاربنا فيها في المدينة وخذنا باش يوفروا المدينة ودافعوا معنا ومشوا معنا فيها والآن خصها تنفذ لأن لابد من شيء كروض بحضارة وتنفكروا الأولاد ولادنا في المجال وأبناء مقاطعة الإثمان وأولاد مقاطعة الإثمان فهذا المستشفى تا هو خصنا نشوفوا في هاد الأيام لأنها أغلبية ديال الديوان اللي جونا ديال 3 مليون ديال جامع ديال المديونة ديال كاع ديال العمل اللي نديروا كلهم في الإثمان وتعاود ديال المدير ومعاناتنا فاليوم انا غادي نحاول ما يمكن نشير الاشارات مساحه الخضراء انا في مهبوط فمن 10 مارس من الحوز تلعب قدر الصحاب ولا غير علاش انا تعيت لي سيد قايد هذه اليامات شي 40 بعدي اننا كنقولوا للاصحاب قال لها هذا هو الاستثمار انا كنقولوا للاستثمار اللي زعما تنقلوا ثلاث سنوات عندهم هما المعالجة ديال المياه المعدومة وتنقلوا صفت لي ست سنوات ديال الأسبوع وصفت لي صور صفت لي سيدي مسؤول على الكراج صفت لي صور ديال المستخدمين ومع ذلك فهم تيقولوا لك ودي حبسوا البراد استراتيجية ديال الاجتماعات ممنوع ثلاث المدى المتنفس ديال الماء تنقلوا من زمان مسموح انك تسقي بالملح ممنوعة وهذه اللي قلت لك كسد عليهم كلشي صاروا يسدوا ما قال حتى واحد اليوم هذا الجانب الجوالي ان شاء الله غير هو نشير لكم ان غاليسكو ستستفيد من الملجئ المديونه في معالجه المياه العادمه راه دوزو تشي غتولي غاليسكو تتسقى بهذا الملجئ المياه العادمه ان شاء الله يكون عندنا ان شاء الله في باقي المحطات وباقي الاخرى وهذه من الاستثمار وقال الاستثمار ولا يسكو جوج غادي يكون في المياه العادمه غتسقيهم اذا هذا فراغ كبير في هذا المجال المسجد المكتبه هي البصيره اللي نبدا بها المركب الثقافي لو سيدي عندك صراحه هذه اللغه الاولى انا ندير مقر مقاطعه تما قبل ما نمشي للمركب تاخذ الحمله تما قلت لك المقاطعه ديال الدول المترجمه ديال المترجمه خليه حنا مستعدين نبقاو ديك المقاطعه ولكن غير المشاريع اللي ممكن انها يخدموا بها السكن حنا ما نديروش المحاضرات ديال المقاطعه يخدموا في بيت شغل كذا غنديروا المقاطعه ديال الدول ولكن حنا غادي نعين هذيك البلاصه هي اللي درنا فيها المركب الثقافي اللي حنا نتسناو نتزاد فيها هذيك الفتره اخرى ماشي بعيد دير فيها المكتبه ديال المركب الثقافي ماشي التلافى مع المشروع في قالته المركب كمركب ثقافي هذيك درت انا عندنا قانون ندير واحد اللي هو تما هنا نجاوب سعيد سعيد المدينه الغذائيه هذا مشروع حكومي مشروع جلب تسميم فيها اعطينا الدور ديالنا اعطينا العمل اعطينا النظريه ديالنا فيه هما كاع المدن الكبيرة دابا تشوف المدن المستقبلية هي المدن اللي بعد كاع الوزارات والمدن الكبير كله خصو يخرج عند المدينة الدار كله خصو يدير اقتصادية إذا بقى واحد 300 وثلاثة الطرات جيت حد شوية حتى ظروف هي راه تحول المدينة الغذائية كاملة تما هي ماشي هذيك زاد غاجة هي دراسة كتاب بزاف دراسة نوعية حول هذه المشاريع اللي داروا الدار بالنسبة للتشغيل هذه نقطة أثرتها مع وزير الفلاحة كذلك هو راه مهم ودي يسمع عنوك الحضارية وهادشي في طار عملية ديال أنه هاد الناس تغيدين يجب أن يسهل الولوج الكامل لهاد الناس كامل تما راه ماشي سهل يحسسو ويجي لهم أمن ديال الطريق اللي كيمشيو تما حنا على الأقل المبالغ باقي راه باقي المشاريع غتكون بلاصة غادي يقدروا يعوضوهم ولكن كيما أنا حنا كمتخيلين سنكون أمام واقع هو ديال التشغيل هو ديال الناس اللي كنتو تشغيلهم خاصة في المشروع أما إذا ما طورو غادي يديك نسيان الناس عندهم مهنة حرفة ديالهم هذيك راه في متحف البطولة تكونوا معاه إذا كانوا ديالهم بوسط ديالهم هادشي كله مشكل ما يتفضل هذا مشكل حقيقي بزاف
ينشر الإخوة على المسجد ويسجل لك في الدورة ورأي العام راه شافها بشكل كبير. مدخل 10 مرات في علم ديالي 10 مرات جولات وي ما تدوش الجولات ديالي 10 مرات جولات وكاين هذاك الشيء اللي كان تاسع طريق دوز طريق تسعة ونفتح راه الصراح وقال فتحوا انا سميتو غادي تسع طريق تكبر باش اللي دخلت تكون في المستوى اللي جاي وتاني حاجة خصنا نشوفوا فوق ديك البلاصة الفريق قاش ندير فيها انا دخلت راه كنا في شمرة هي الأولوية عندنا فأنا غير نسيت الدائرة غادي نشوف انت بس كيف كذا وشوف ما تبقى مشينا يحيي لك الحين شوف من الشركة مش الثانية من الشركة وهي متخرج من زوين وغادي يكون واحد نموذج مع الـ PC مع الدخل الدخلة وصبر غادي ننزل تقول لي مات تريك لأن آخر وقت تمشي تسكت كلها راه غادي تنسي جديد باش هذيك مدخل أساسي يدف كله حتى للربوة ديال شارع جولة هذه أمور سوق حسابة كانت ماشي غاوة حتى الشطيبة وعندها مشكل ديال السوق ديال باكستان الناس يسالوا بزاف الفلوس وخصو يتحل قرا الجري ديال السيد الرئيس الجماعة الكبيرة وقرا هاد السيد ولا يتحلوش يعفيو الناس في البريد الأولي كيتزلو السيف كيلعبو ست محلات كيتزلو 60 مليون 50 مليون 40 مليون كاين اللي خلص ذكرى ومع مرحلة فهذه أمور ديال من الأمور اللي تجيها مع سي العمل مشكور دار رسالة للعبدة مشكور كذلك أنه تكلم في الموضوع مشكور أنه خصنا نكملوا باش الناس يحلوا قال لهم الضوء هنا هنا الضوء دير لهم واحد فونتين ديال الماء هادشي كله سيدان وهذه راه جايه هي أخرى في قضية الأسواق غير هي كاين عطش محتاج يديروا عدد ديال الأمور في دار القرآن حي النور الإسماعيلي هذا مشروع مزيان نكملوا فيه ولا دا شي حاجه هذا غير اجر من الله حنا اللي عرفنا المشكل عايش الوحيد اللي حاضر يا حاضر سنتيا وطلبت على العمدة اللي حنا غادي نديرو غادي نستنى ولا باش تكون كل واحد في الحسنات ديال المجلس اللي كذلك هذيك دار القرآن اللي غادي تكون تبارك غادي يكون على المحسنين غادي يشري العفو من السر الشريعة اللي غادي يشري خمس غادي يبني ولا يعدم السعيد كامل 3 سنين وهذه مهمة فبنظن انه لا بسبب الهرمي الوضعي ديالو غادي نتكلموا من ناحيه التسميه غادي نتكلم على كل ما يتعلق بالتسميه ديال المنطقه وراينا التسميه وعلاش جات التسميه دابا بناء على شواهد عيان من الناس اللي تجيو عندنا من داخل المنطقه